أنه كثير من الناس بيقرأ القرآن خاصة في رمضان، يقول لك الحمد لله ختمت 3 مرات، اجي العيد طوالي شغل السماعات واصل في الغنى بتاعه، والله مشى 2 3 المسلسل شغال يحضر، مصائب معاصي واقع فيها، مشى 2 3 يرجع إلى الخطايا. ما استفاد من الصيام الفائدة المقصودة العظيمة، وما استفاد من تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. في 4 أشياء انت حاول افهمها عشان تقدر تفهم القرآن، كما قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لمقدمة في أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله، أن هذا القرآن يتعلم ويعمل به ويدعى إليه ويتدبر، وأن علم القرآن على قسمين: علم بألفاظه بأن يقرأه القراءة الصحيحة، وهذا مهم، وعلم بمعانيه، وعلم بمعانيه ومراد الله منه، أن تعلم معنى القرآن وأن تعلم مراد الله من هذه الكلمات التي تقرأها من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، قال إذا أردت الانتفاع بالقرآن، أردت تنتفع بالقرآن آية، فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، فاجمع قلبك عند تلاوته عندما تريد أن تتلو هذا الكتاب، وسماعه وعند سماعه، سواء كنت أنت التالي أو أن غيرك يتلو القرآن وأنت تستمع له، تجمع القلب، مش تقرأ وأنت ما بتتفكر فيه ولا بتتدبر. 1، تتدبر. 2، وألقي سمعك، مش مشغل القرآن بجاي تتكلم مع أطفالك بجاي ومع ناس البيت وكذا، لا، إنما تلقي سمعك للقرآن، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه، أي استحضر هذه الكلمات التي تقرأها وتسمعها كأنك تسمعها من الذي تكلم بها أولا، وهو الله سبحانه وتعالى مباشرة. قال: منه إليه سبحانه، منه إليه، أي أن هذه الكلمات من الله إليك أنت، فتتدبر هذه الكلمات وتستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. دي 4 حاجات في الآية دي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بعدين بشرح عليك كلمة كلمة إن شاء الله. معليش الدرس الأول ده، الناس تصبر شوية، الناس تصبر، مرات الكلام بيكون تقيل وزول بيمش بعيد وبيجي بيحاول يركز يفهم لك كلمتين 3، قد يبقى له شنو صعب لكن يفهم إن شاء الله. كلام سهل جدا، وأصل كلام ما بتفهمه ده ما فيه فائدة، أي كلام ما بيتفهم ده ما فيه فائدة، سهسهوب وطهطهوب ولهوب ما في أي فائدة، لكن الكلام اللي بيتفهم مثل هذا الكلام إن شاء الله يحتاج إلى شنو؟ إلى نوع تدبر. قال: وذلك أن تمام التأثير، أنا بشرح كلمة كلمة بس الناس نقراه وتاني نشرح إن شاء الله. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضٍ
ومحل قابل وشرط لحصول الأثر، نشرح كلمة كلمة إن شاء الله، وانتفاء المانع الذي يمنع منه. تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. طيب الكلام ده شنو؟ كلامها فيه أربع حاجات. أول شيء القرآن أعظم كلام فيه تأثير. فلان من العلماء تكلم، وفلان من الوعاظ يتكلم، وفلان من الشعراء يتكلم، وفلان من الخطباء والبلغاء يتكلم، وفلان من المغنين غنى، وفلان من ناس الكورة تكلم. أعظم كلام مؤثر للقلب القرآن. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث. أحسن على صيغة أفعل للتفضيل، ما في أحسن منه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا، مثانية جنة نار، خير شر، اذكرين لك يعني دعوك للخير ويحذرك من الشر إلى آخره، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فأحسن كلام وأحسن حديث هو كلام الله سبحانه وتعالى. يا أخي رب العزة والجلال قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الكلام ده عنده علاقة بيني. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، ابن مسعود قال ديل تزعة من الجن، قال واحد فيهم اسمه زوبعة، اسمه ذاته زوبعة قال. بعدين جو في تفسير ابن كثير، جو والرسول عليه الصلاة والسلام ما عارفهم قاعدين يسمعوا لكلامه، انت ممكن تتكلم يكون في جن بيسمع انت ما جايب خبر، لكن مركت برا لقاك قال لك اسمع جزاك الله خير يا مولانا، وانا داير اتعامل معاك ولا تعامل مع الجن ما في، شوق دربك براك، ونحن الانس غشونا خلي الجن عادينا، هو انس بنشوفهم هذيل غشونا خلي الجن جن نتعامل معاك كيف، موضوع طويل جدا. فلذلك قال: واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون. فرق بين انه يسمعون ويستمعون، لانه السين والتاء للطلب، يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا شنو؟ أنصتوا، دي قبل ذكرنا. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. دي شهادة الجن. بعدين رب العزة والجلال قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا شنو عجبا. كون الجن، والجن براو عالم عجيب براو، وكون العجيب يقول عن الشدة عجيب، معناه الموضوع ده شنو؟ موضوع عظيم مرة واحد ولا كيف؟ هاي طيب. فأول فائدة أن القرآن مؤثر. واحد، هو مؤثر لكن في ناس ما بيتأثروا به. السبب شنو؟ قسوة القلب، قسوة القلب. فيتأثر بالقرآن من محله مهيئ للقرآن. المحل المقصود به شنو؟ القلب، القلب. شكر رب العزة والجلال قال: وبشر المخبتين في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ناس قلوبهم مهيئة. وقال تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذول لما تقول له الله سبحانه وتعالى قال قلبه بخاف، ده مهيئ اسمع القرآن يستفيد منه.
طيب قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قرآن ده بزيد إيمان العبد، قدر ما تقرأ قرآن إيمانك بزيد، إيمانك يزيد. طيب يبقى ذكرنا حاجتين الناس أركز فين، واحد المؤثر عشان تنتفع بالقرآن، القرآن كلام مؤثر، واحد. اثنين محل التأثير، محل القبول وهو القلب، قلبك يكون تمام مهيأ أو يكون مهيأ، المهم. ثلاثة قال وشرط لحصول الأثر، هنا قال وشرط لأنها معطوفة على المجرور. طيب وشرط لحصول الأثر، ما هو الشرط؟ الشرط لغة هو العلامة، كما قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، علامات الساعة. والشرط في الإصلاح، وإن كان ما موضعه لكن احنا بنذكره لأنه مهم، الشرط في الإصلاح أبلغ وأفضل تعريف له هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال الصلاة، الوضوء أو الطهارة شرط لشنو؟ للصلاة. الطهارة شرط للصلاة، لصحة الصلاة. طيب إذا عدمت الطهارة عدمت شنو؟ الصلاة. يبقى ما يلزم من عدمه العدم، يعني الطهارة زحت معناها الصلاة شنو؟ ما في، انتهى. ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني زول دار يتوضأ، ما بنقول له توضيت واجب عليك إلا شنو؟ إلا تصلي، لكن لو دار يصلي بنقول له واجب عليك شنو؟ تتوضأ. فما يلزم من وجوده الوجود لكن يلزم من عدمه العدم، كذا خلاها دي ما بتجافي وكذا. لكن أعرف إنه الحاجة الثالثة، أول شيء القرآن مؤثر، اثنين محل القبول القلب، ثلاثة الشرط، والشرط هو الإصغاء. الإصغاء لو زول أطرش وما بعرف يقرأ بيصلوا القرآن؟ ما بيصلوا القرآن. لو بيعرف يقرأ وما أطرش ما أصم لكن ما منتبه بيستفيد من بيسمع بيفهم بيسمع لكن ما بيفهم، فلا بد أول شيء شنو؟ أن يكون الكلام مؤثرا، وأعظم كلام يؤثر هو كلام الله. أن يكون المحل قابلا وهو القلب. ثلاثة الشرط اللي هو شنو؟ الإصغاء والتدبر. الإصغاء. أربعة قال انتفاء المانع الذي يمنع منه، انتفاء المانع الذي يمنع منه، سيأتي بيان ذلك. المانع هو السهو، السهو والانشغال، فدي أربع أشياء. قال فقوله إن في ذلك لذكرى، ما بتكلم عن القرآن، من سورة قاف، إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، من أول سورة قاف، قاف والقرآن المجيد إلى آخره، إلى ها هنا، إلى موضع هذه الآية. وهذا هو المؤثر، القرآن شنو؟ مؤثر، والكلام الذكر في سورة قاف مؤثر، واحد. اثنين وقوله لمن كان له قلب فهذا هو المحل القابل، ذي الحاجة شنو؟ ثاني المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل، يعقل عن الله، كما قال تعالى
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان شنو حيا، أي حياة القلب، أي حي القلب، سورة ياسين. وقوله أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. للمسألة الثالثة ذكرنا أربعة. وقوله وهو شهيد أي شاهد القلب، حاضر أي قلبه حاضر غير غائب. فده باختصار الآية دي بتجمع بين الأربع أشياء. دارت تستفيد من القرآن؟ أيوة، القرآن كله من أوله لآخره بتلقاه على اثنين، على قسمين، يا أخبار صادقة، أخبار الجنة النار الأنبياء الرسل مع أقوامهم أخبار، فيجب عليك أن تصدق هذه الأخبار، ما تشك فيها ولا تكذبها. اثنين، أحكام حلال حرام واجب إلى آخره، لا جناح جناح كذي، فيجب عليك أن تؤمن بأنها عادلة، أن هذه الأحكام عادلة لا ظلم فيها، وأن تنقاد لها، إما أخبار صادقة وإما أحكام عادلة. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار كما قال ابن كثير، وعدلا في شنو؟ في الأحكام. ده القرآن بس، يبتلقاه أخبار، أي آية تقرأ يا خبر صدقوا، يا حكم انقاد له، في حاجة ثالثة بتلقاه هل هي الحروف المقطعة، تلقى حروف، الحروف دي معناها الصحيح لا يعلمه إلا الله تعالى، لكن الحكمة منا كما قال ابن كثير الانتصار للقرآن والتحدي. قال فلذلك تجد كل سورة بدأت بحروف مقطعة أو بحرف فيها ذكر القرآن والتحدي والانتصار، قاف والقرآن شنو؟ المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي سورة تلقى فيها حروف تلقى فيها ذكر شنو؟ القرآن والانتصار للقرآن. فكأنه يريد أن يقول للعرب هذا القرآن من هذه الحروف فأتونا بمثله، ده التحدي كده، القرآن ده من الحروف دي جيبوا لنا زيه، جيبوا لنا زيه، ما بتقدر ما بتقدر يا أخي. مسيلم الكذاب قالوا لي الله نزل، عمرو بن العاص قال له والله نزل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا شنو بالصبر. وعمر الوقت ذاك ما كان مسلم، في تفسير ابن كثير للسورة دي قال له وأنزل علي مثلها، عمر قال له أنزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم سورة وجيزة بليغة، قال له ما هي يا عمر؟ قرا له والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال فسكت هنيئة، سكت شوية يحضر، ثم قال وأنزل علي مثلها، أنا ذاتي قال لي نزلوا لي مثل هذه السورة، مثل، المثل يقتضي المطابقة زيها تماما. قال وما هي؟ اقرأ. قال له يا وبر يا وبر، الوبر ده زي الكديسة في التفسير كده، مثل القطة، صدره واسع وآخره صغير وجسده خشن وأذناه طويلتان. توزن لا ألف له صورة. قال يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وظهر وسائرك حفر النقر، ما تقول يا عمرو؟ قال له رأيك شنو يا عمرو؟ يا وبر يا وبر،
إنما أنت أذنان وظهر وظهر وسائرك حفر النقر. ما تقول يا عم؟ قال له صورتي دي ما مجيها تمام يا أخي، توك تألف صورة ما تألفها في حاجة نافعة، شنو في حاجات راسه زي جسده زي الدقداق حفر النقر وشنو كلام كثير ما في أي فايدة. قال ما تقول يا عمرو؟ قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب، أنت كذاب وعارفنا أنا عارفك كذاب. قال الموضوع ده واضح، قال ما في زول أصلا ما تتغشى، زول تلقى بدل يحفظ له 10-11 نص ويقرأ التفسير ويسمع كلام العلماء فيه، تلقاه يحفظ له قصيدة 10 أبيات قاعد فيها ساعتين ويراجعها ويكتبها في الموبايل، يجي يتكلم بها في المنبر داري يأثر الناس. قصيدة دي جات في دربك قدرت تحفظها احفظها، ما قدرتها مش إذا مفيدة. لكن أبلغ كلام مش القصائد، القرآن. أنت تقول قال الله تقرأ بصدق، ده أبلغ كلام وأقوى كلام ولا يقارع، لا يقارع. قل لئن اجتمعت الجن والإنس أو الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال تعالى سورة لسورة الإسراء، وقال في سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أبلغ كلام يا أخي، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، فيبقى دي أربع أشياء، أربعة أشياء لينتفع العبد بكتاب الله، أن يعلم أن هذا الكتاب هو أعظم كلام يؤثر في الناس. واحد. اثنين، أن يصغي لهذا الكتاب، يصغي ولا ينشغل بغيره. ثلاثة، أن يهيئ قلبه يتدبر. أربعة، أن يبتعد عن الموانع من السهو والغفلة إلى آخره. لما تقرأ القرآن بالأربع أشياء دي تستفيد بنص القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع حاسة السمع الأذن، وهو شهيد القلب. ألقى السمع وهو شهيد، أما إن ألقى السمع وهو منشغل منع من الانتفاع بالقرآن. طيب، قال ابن قتيبة استمع كتاب الله، ألقى السمع وهو شهيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. الكلام ده يا جماعة نعيده تاني. قال ابن قتيبة رحمه الله في غريب تفسير غريب القرآن، قال استمع كتاب الله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، قلبه شاهد وبعدين بشنو بيفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب، ذا المانع هو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر
فيه وتأمله، كلها مجرورة لأنها معطوفة عن المجرور بأداة الجر وهي عن. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. كلام ده يا جماعة واضح ولا نعيده مرة تانية؟ نقايل واضح. طيب، فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه الأربع أشياء، طيب فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين. يعني ليه قال أو ألقى السمع؟ كأنه في حاجتين، كذي أو كذي، مع أنه مفروض في المتبادر إلى الذهن أن يقال و يعني دي ودي اجتمعان سوا. ما هو قال لك لازم يحصل أربع أشياء، ليه قال كذي وكذي أو كذي أو كذي، مع أنه أو دي كأنه في حاجتين، مع أنها هي أربع أشياء كان من المفترض في المتبادر أن يقال و للعطف. الكلام شوف القرآن ده أي حرف ما زاي، أي حرف ذاته كان فكرت فيه تلقى فيه بلاغة عجيبة. والله الشيخ رسلان عنده كتاب اسمه فضل العربية، اللغة العربية، قال تكلم عن القرآن، قال القرآن، قال العرب نزل فيهن القرآن، قريش هو شيء، قريش لغة أبلغ اللغات لأن العرب عندهم لهجات كثيرة، لكن لأنه قريش مع الكعبة والعرب كلهم بيجوا شنو؟ بيجوا للكعبة إلى بيت الله، فقال قريش بيختاروا أبلغ الألفاظ من العرب، اسمعوا لهجتهم يقوم يختاروا أبلغ الألفاظ يدخلوها في لغتهم وزحوا الألفاظ الما بليغة. بعدين هن أبلغ ناس، قال قريش الكلام عندهم واحد من اثنين، يا شعر يا نثر، شعر أبيات شعر، يا نثر كلام ساي من غير شعر، ما عندهم كلام ثالث، أي زول يتكلم يا بيتكلم بشعر يا بنثر. قال فلما جاء القرآن حيرهم، ما استطاعوا أن يجعلوه مع الشعر، قالوا شعر، والله قالوا الشعر ده في النهاية القافية بتاعته واحدة، لكن القرآن ده تلقى فيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد ما أزيدا. فقالوا يا أخ ده ما شعر، شذا ما شعر، أها قالوا نثر، نثر زي الكلام العادي، قالوا لا لا النثر ما بكون بالطريقة دي، والنثر ما بتقدر تلحنه زي القرآن. قال فتحيروا، حيروا ذاته ما عرفوا يخطوا في النثر ولا في شنو، في الشعر، وهذا من بلاغة القرآن. شكل لما يتحداهم بسورة ناس يعملوا معلقات، سبع معلقات يكتبوها ويراجعوها ويحفظوها، والواحد ينشد ويؤلف ألف بيت ما قدروا يجيبوا سورة، سورة زي سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، كلهم ما قدروا يؤلفوا سورة زي ما قدروا. ده من بلاغة القرآن ومن إعجاز القرآن. فأنت عندك كنز عظيم يخفى على الكثيرين وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، ما في كلام في الدنيا الحرف فيه بعشر حسنات إلا القرآن، ما في كلام تحفظ منه قدر ما تحفظ يرفعوك درجات إلا القرآن.
كتاب الله سبحانه وتعالى. ما في كلام في الدنيا يبقى في الآخرة أبد الآباد إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. ما في كتاب يبقى للآخرة ويحفظ إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك ده كتاب عظيم إنسان يستقيم. وأنا أتعجب من إنسان يستقيم يريد أن يتعلم ولا يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. الله يتعجب. 10 سنوات ما حفظ القرآن، 20 سنة ما حفظ القرآن، يباري الجماعة ذل شرح فلان وشرح فلان، وده يجي من السعودية شرح له كتاب فلان متن ابن فلان وإلى كذي وإلى آخره، وما يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فيه البركة. والناس دي غلب العلم لا نبعد من القرآن والسنة. علم ما كثير، العلم ده ما كثير، ولك الحمد لله أنا بطلب في العلم 40 سنة ولسه غايته ماشين. أيوة تطلب إلى الموت، لكن ما تعجز الناس 40 سنة. القرآن من أوله لآخره ده أسباب النزول نزل في 23 سنة، بل أسباب ذاتها الأسباب يعملوها عمليا، طبقوها عمليا. والناس يحفظون كتاب الله وينتهجون نهج الصحابة، يقرؤون 10 آيات فيفهمونها الفهم الصحيح ثم يعملون بها ويدعون الناس إليها. ولو دار تفهم القرآن كما قال ابن كثير في مقدمة تفسيره، وكما قال ذلك ابن تيمية في مقدمة في وصول التفسير، نفس كلام ابن كثير قال القرآن يفهم بالقرآن. فتحرير رقبة في آية ثانية، فتحرير رقبة مؤمنة، دي تشرح دي أو تبين. العام يرد إلى الخاص، المجمل إلى المبين إلى آخره، مطلق إلى المقيد. وبعدين تلقى قصة عامة، الكلام فيها عام في موضع في القرآن، تلقى موضع ثاني يفصل القصة، حصل كذي وحصل وحصل، فيشرح القرآن بشنو؟ بالقرآن. 2 يشرح بالسنة، والسنة في المرتبة في الاستدلال والرجوع كالقرآن. لا يقال كما قال الألباني رحمه الله، لا يقال نرجع إلى كتاب الله ثم إلى سنة رسول الله، قال هذا خطأ، وإنما يقال نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. مش القرآن السنة زي القرآن في أي شيء، لا، القرآن بتصلي به ولكن السنة شنو؟ بتصلي به. لكن في الاستدلال والرجوع والاستشهاد السنة كالقرآن، سنة صحيحة. لأن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرسول ما قال إلى الله ثم الرسول ثم تفيد ترتيب مع التراخي، لا، إلى الله والرسول. فيفسر القرآن بالسنة، فالسنة شارحة للقرآن، والسنة مؤيدة للقرآن، والسنة تأتي بأحكام سكت عنها القرآن. دي 3 أشياء. وهذا منهج الإمام أحمد والشافعي وابن القيم وجمع من العلماء. القرآن السنة دي مع القرآن 3 أشياء: مؤيد للقرآن، تضافر الأدلة، حكم يذكر في آية وحديث. 2 شارح للقرآن، أقيموا الصلاة، السنة تشرح إقامة الصلاة. 3 تأتي بأحكام سكت عنها شنو؟ القرآن. الرسول يشرع، مش يجيبوه في التلفزيون. والله أنا أتعجب في البلد يا ناس كذا، صبروا شوي، لكن الموضوع ده طويل. السنة، الرسول ما بشرع صلى الله عليه وسلم، بشرع بالوحي طبعا. قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم شنو؟ خبائث. للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب احنا نرجع نواصل من كلام طويل. فليه قال او القى السمع وما قال و؟ في فائدة من الكلام ده، اللي هو شنو؟ قال
أو التي هي لأحد الشيئين. قيل هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد جدا جيد، والجواب عنه أن يقال عشان تفهم السؤال ده باختصار ليه قال و أو وما قال و، إن في ذلك لذكرى، ما قلنا في أربع أشياء. طيب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقبل ذكرى ده الأول، ليه فصل بينات بأو؟ كأنه في جزء بيجاي وجزء بيجاي، كأنه في شيئين، كأنه هناك شيئان. لا، قال لك الكلام ده لأن الناس على قسمين، في قسم فطرة تدبر بيجي تمام مع القرآن، يعني الكلام الذي يقال في القرآن يتدبره تماما وفطرة بتشير لك. أنا أديك مثال، قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء. شفت الآية دي الجامعة ده كله من أوله لآخره أسئلة ومنتبهين، هاي زول بيجيو تدبر معين للكلام الدار أقوله هو كلام الله تعالى، أي زول بيتخيل وبيتخيل شنو معين. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، غير آس غير متغير، موية طعم عزبة ما متغير، واحد، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. خلي باقي الآية، ولهم فيها من كل الثمرات، خلي باقي بس الأربعة دي. في زول بتخيل الأنهار دي هو واقف في جيفة ونهر ماشي، واحد بتخيل إنه واقف في جيفة والنهر قدامه ما عنده شنو، في غير أخدود جرد. وفي نوع بتخيل اللبن ده متخيله مغبش كذي، فيه غبار جاي بفوق، والله مش بتخيل كذي. وفي نوع بتخيل أشياء كثيرة جدا. ففي واحد تلقاه بيتأمل بيتدبر وتدبره بوافق بيجي تمام، وفي نوع بيؤمن تقول له في أنهار يقول لك والله مؤمنين لكن غايته ما عارف إنها كيف، بس تراه ده مؤمن شنو إجمالا، وذاك مؤمن وبشنو. عشان كده قال أو، لأنه أو بتحتمل شيئين، فهمت المسألة؟ في ناس بيتدبروا بيفهم الكلام بالمراد كله، في ناس تقول له الجنة همه بس في الجنة دي بس جوا سمح مكيف. واحد في أم درمان قال لي والله أنا أخش الجنة دي أنوم نوم، قال لي ترى البنوي مجنون في الجنة، حورعين وأنهار وأنبياء، البنوي مكشنو؟ قال لي والله، والله قال لي كذي، قال لي والله أنا فتران في الدنيا دي فتر، شوف ده بس دار دار يخش الجنة بس ينوم بيغاد. فلذلك ده كله أشياء كثيرة، لكن في ناس طبعا دار الجنة لأشياء تانية كثيرة جدا. فلذلك قال لأحد الشيئين، قيل هذا سؤال جيد. يلا الكلام اللي قلته لك ده يتدبر في الكلام ده بتلقاه إن شاء الله. قال قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، باعتبار حال المخاطب المدعو. فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة إذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وأصله تمام، ويجي القرآن يزيد شنو خير على خير. وهذا وصف الذين قيل فيهم
وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. في ناس من أهل الكتاب ديل عارفين الحق، بعدين جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالحق ولقوا أوصافه فعلا الجات فآمنوا، فكانوا في البداية على حق وجاءهم هذا الحق فازدادوا نورا إلى شنو؟ إلى نوره. ويدخل في هذا أهل العلم، قال وقال في حقهم الله نور السماوات والأرض مثل نوره. شوف المثل ده عجيب كيف، لو زول جابوا له نور في الظلمة خدته قدامه نور شغال، فما بالك لو خدته في نص البيت بيجي الهواء بيجاي وبيجاي، هو في نور لكن نور ضعيف شوية لأنه الهواء بيلعب به. قاموا خدته في قوة، القوة زي دي زي الشباك لكن مقفول بغادي، كذي النور بيتحصر بيكون أقوى، الهواء ما بأثر فيه. النور ذاته في زجاجة، والزجاجة لو كانت غبشة ملونة بظهري أحمر كان النور بيكون شنو؟ أخف. طيب أذن، هذا المثل الله نور السماوات والأرض. ما هو المثل؟ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، كمشكاة فيها مصباح، قوة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة ذاتها برا خلي المصباح كأنها كوكب دري. طيب قال يوقد أي هذا المصباح من شجرة مباركة، والبركة الزيادة يعني ما شجرة عادية، بركة وفيها زيادة خير، هي شجرة الزيتون والتين والزيتون. طيب من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء أي لوحده ولو لم تمسسه نار، فكيف إذا مسته نار؟ وبراو يكاد زيتها يضيء ولو، دي كل أشياء عوامل على شدة شنو؟ الإضاءة والخير. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، دي أنوار على شنو؟ نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، نسأل الله يهدينا جميعا. قال فهذا نور الفطرة على نور الوحي، ذو الفطرة أصلا سليمة ما عنده لخبطة، فطرة سليمة. مثال قام وهو متعلق بالله وحده لا يلجأ إلى غيره ولا يستعين بسواه، عقيدته في الله صحيحة، إذا جاءته الضراء فر إلى الله، إن أراد خيرا طلبه من الله، فطرته سليمة لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله. ثم جاءه الوحي فوافق نور الوحي ما معه من نور الفطرة، فاجتمع له نور على نور. إمتى ده الشيء الأول، ده النوع الأول من أصناف الناس. قال نور الفطرة، فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. واحد، قال ابن القيم وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، الآية دي بالتحديد الله نور السماوات والأرض كلام فيها كثير وعنده علاقة بالعقيدة، نحن الآن ده ما موضع ذكر الكلام ده، نذكر كلام له في موضع إن شاء الله.
فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن، يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن. طيب، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، كأن هذه المعاني قد كتبت في قلبه، فهو يقرأها عن ظهر قلب، كأنه يقرأ هذه المعاني في قلبه وكأنها كتبت في قلبه. ومن الناس، ده الصنف الثاني، من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته. الزكاة مش الذكاء بتاع الفطنة، الزكاة من الزايط، يعني بالزايط طهر، الطهر، قد أفلح من زكاها، طهرها ونماها على الطاعة. وزكاء فطرته مبلغ، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي الأول ذاك. فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. عارف إنه الكلام ده شنو؟ حق. أجمال الكلام ده باختصار، اختصار باختصار شديد جدا. في نفرين قاعدين في مجلس، جاء واحد ذكر باطل، ذكر له باطل من الباطل، جاء عالم من العلماء أو داعية من الدعاة، فند الباطل ده وذكر الاستدلالات الصحيحة، في واحد أي دليل ذكروا العالم ده فهمه، مركز معاه، قلبه حاضر، أي دليل ذكره شنو؟ فهمه. وفي واحد تاني سامع الأدلة، يقوم يمرق من المجلس، يقول لك والله الزول الجلد العالم التاني ده والله يطلع كلام الأول ده فارغ ساي. هاي يقول لك أنت مقتنع أنه كلام الأول باطل؟ هاي والله كلامه باطل. طيب كذا اشرح لنا الزول ده أبطل وكيف؟ والله ما بعرفه، لكن غايته ذكر أدلة، أدلة قوية، أشرح لنا الأدلة، والله ما عارفه لكن غايته حق، قال حق غاية. الثاني ده شنو؟ آمن بالحق وآمن إنه ده باطل، إيمانه إنه ده باطل على يقين ما فيه شك، لكن لو قال له كذا اشرح لنا إبطاله كيف؟ ما متأمل قبل. والأول داك شنو؟ متأمل في الأدلة، فهمت؟ ده باختصار الكلام. في ناس بيقروا كذا دقيقتين يكون ما فاهم شيء، يقول يا أخي الله الكتاب ده ذاته ما ينفع معنا، كلام كثير ما ينفع. والكلام ده مهم جدا، كلام مفيد جدا، واسمه الفوائد كتاب. طيب، ها ها، راس ضارب، والناس الشغل كثير يا أخي، الناس مسافة تحفظ شوارع الكلاك لذاته دي بكون شال 10 جيجا من الراس. طيب، قال أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول، الصنف الأول، حال من رأى بعينه ما دعي إليه وأخبر به، كأنه الحق ده شايفه بعينه يقين تماما وكأنه يراه بعينه. والثاني حال من علم صدق المخبر، علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره، زول نجب الحق لكن يكفيني خبره، فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان. واضحة يا جماعة؟ طيب، خلاص قربنا ننتهي من الفقرة الأولى دي. هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، علم اليقين، علم جازم ما فيه شك، عين اليقين، كأنه يرى اليقين شنو؟ بعينه في أساسه، عين اليقين ولبه. وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام،
ده الزول شنو؟ العارف انه داك باطل ضد القرآن، لكن كل المعاني ما شنو؟ ما مستحضرها زي الأول. قال: فعين اليقين نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. خلاص خلينا مع الصنف الأول. الصنف الأول دياتو الزول زي الآية الجبل ذكرناها بتاعت الجنة دي، ده مؤمن إنه الآية دي حق، وكمان لما نسمعها كأنه شايف الأنهار دي، مش كأنه شايفها، ده في الدنيا. في الآخرة بشوفها حقيقة ولا مو بشوفها؟ بشوفها إذا أدخله الله الجنة. قال: فعين اليقين نوعان، نوع في الدنيا بيصلي وكأنه شايف شنو؟ الأنهار دي، ده في الدنيا. ونوع في الآخرة، في الآخرة كمان بيشوفها حقيقة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين. هسي مو بقول لك شهادة أن لا إله إلا الله، ما بقوله غيب أن لا إله إلا الله، ما هو في غيب وغيب وفي شهادة. أنت ما شفت الله سبحانه وتعالى، لكن لشدة تصديقك ويقينك بهذه الكلمة كأنك تشاهد منه الله سبحانه وتعالى. ما الشهادة دي الشيء شاهدته، أنت ما شاهدت، لكن لكمال يقينك كأنك شنو؟ ولصحة يقينك كأنك تشاهد. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر. دي واضحة يا جماعة، الشيء اللي أخبرت به الرسل الجنة والنار والأشياء دي كمثال من الغيب، في الآخرة الزول بيشوفه بعينه. إذا رأوها، قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال تعالى: ورأى المجرمون النار. هم في الدنيا ما مصدقين، لكن في الآخرة شنو؟ شافوها. لكن المؤمن في الدنيا شايفها بقلبه ما بعينه، لكن في الآخرة بشوفها شنو؟ بعينه. الله بنجي منها ده المؤمن. قال: وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر. واضح يا جماعة؟ واضح. فهو عين اليقين في المرتبتين، المرتبتين. دل الدرس الأول انتهى. ملخص الدرس ده باختصار شديد جدا، إذا أنت دارت تستفيد من القرآن أربع حاجات: مما تجي تفتح الكتاب، بعد تتوضأ تجي تفتح الكتاب، أو دار تقرأ من صدرك من حفظك. أربع أشياء: أن تعلم أن هذا القرآن هو أعظم كلام يؤثر في الناس، واحد. اثنين: أن يكون قلبك مهيئا لهذا القرآن. ثلاثة: أن تصغي لهذا القرآن، ما تنشغل بغيره. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أربعة: أن تبتعد من المانع من الانتفاع من القرآن، وهو السهو والغفلة. من تقرأ القرآن بالأربع أشياء دي أنت بتستفيد منه. عشان كده في تفسير ابن كثير عن تميم الداري رحمه الله عن مسروق من التابعين قال: قام تميم الداري، تميم ابن أوس أبو رقية رضي الله عنه، قال: قام تميم الداري ليلة من أول الليل إلى أن أصبح بآية يرددها، آية واحدة بس من بالليل بيقرأ للصبح. وفعلا الآية دي لو فكرت فيها مش تقرأ يوم، أسبوع تقرأ وأكثر، لأنه آية بتوريك بعدين حسن الخاتمة من سوء الخاتمة، من سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، ناس بتاعين ذنوب وما دارين يتوبوا، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم
ساء ما يحكمون. قال لك معقول الزول تاع المعاصي والزول المطيع المؤمن يكون حياة واحدة وفي الموت يموت نفس الموتى؟ ساء ما يحكمون. ده بموت سو خاتمة وده بموت شنو؟ حسن خاتمة. قالت عائشة رضي الله عنها: وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، أي من أول الليل إلى صلاة إلى وقت الفجر، بآية واحدة وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآية دي خائف على الأمة بقرا من أول الليل للصبح. ده في تفسير ابن كثير. وذكر أصحاب السير أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قرأ، تمت ثلاثة دقائق كويس، عمر بن عبد العزيز رحمه الله قرأ ليلة سورة القارعة. هسي كان ذاني خفف الصلاة بقروبها القارعة. انت قال معنى القارعة دي شنو؟ قارعة دي تقرع القلوب، يبهز القلوب خوفة. القارعة ما القارعة؟ تهويل. وما أدراك ما القارعة؟ قالت فاطمة زوجته: فلما بلغ عمر بن عبد العزيز بالليل قام بهذه السورة، فلما بلغ قول الله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كذا الزول ما يتفكر في الكلام، قالت بكى حتى أغشي عليه، غمر فأفاق فبكى، قالت أغشي عليه فأفاق، فأخذ يبكي ويقول: اللهم ارحمني في يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث. قالت فبكى حتى رأينا خيوط الدم في عينيه. قال ابن رجب: وما بلغنا هذا عن أحد قبله ولا بعده. يعني بك الدموع ذات كملت جاب شنو؟ دم. كلام خطير. نازل بيتدبروا القرآن بيقروا بيتدبروا. ابن الجوزي ذكر عن واحد من السلف، الرجل ده اسمه الفاضي عمر ابن المنكدر، بعدين كان بيبكي كثير بالليل، بيبكي يرى القرآن يبكي، والناس ذات البكى في القرآن، في ناس بيقرأ آيات الجنة بيبكي، في ناس آيات النار بيبكي، في ناس الموت، في ناس تعظيم الله سبحانه وتعالى، وده أعظم شيء. انت تقرأ القرآن ده تعظم الله وتوحد الله، تجعل عقيدتك في الله صحيحة، ما تتعلق بغيره، ما تلجأ إلى من سواه سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي قال رحمه الله: كان عمر ابن المنكدر يبكي الليل كله، حتى قالت أمه لمحمد ابن المنكدر، ده من علماء التابعين، قالت: إن أخاك عمر يزعجني بكاؤه ويحزنني، فهل لا تكلمت معه؟ أنت عالم من العلماء. فذهب إلى صاحب له يقال له أبو حازم، فأتيا إلى عمر قالا له: تبكي الليل كله، إن أمك يزعجها بكاؤك. من البر إنك ما تزعجها، لأنها هي بتتألم لما تشوفك تبكي. قال: آية في كتاب الله، كلما أردت أن أنام أتتني فأبكي، ما بقدر أرجع بس الآية لي. فقالوا: ما هي؟ فلما قرأها بكيا جميعا، وذاته قاعد يبكي. وللأسف نحن بنقرأ وما بنتدبر. قال: وهي قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني زول حاسب انه بعد يموت الله بيرحمه، بعدين يتفاجأ بعد يموت يخش هنا النار، نسأل الله الرحمة. لكن الناس تتدبر هذا الكتاب وهذه الأمور الأربعة تستحضرها. إذا مد الله في الآجال نذكر الفوائد الأخرى من هذا الكتاب ووفق بارك الله فيكم.